نعم، صباح الخير. يبدو في البداية أن الرئيس قيس سعيد قد قطع الطريق أمام المشككين في تاريخ الاستفتاء الأول من نوعه بعد ثورة التونسيين، والذي سيكون بحسب المرسوم الرئاسي الذي صدر ليلة أمس في 25 يوليو المقبل. الرئيس سعيد احترم النص الدستوري باعتبار أن دستور تونس ينص على ضرورة إعلام الرأي العام وإصدار مثل هذا المرسوم لدعوة الناخبين قبل 60 يوما من إجراء العملية الانتخابية أو الاستفتاء مثل ما هو هذه المرة. في الحقيقة ردود فعل كثيرة وكثيرة جدا، طبعا أغلب الآراء هي مشجعة ومدافعة على إجراء هذا الاستفتاء الذي سيكون حول دستور جديد يسميه الرئيس سعيد بدستور الجمهورية الثالثة. التصويت سيكون بنعم أو لا على الدستور برمته، لن يكون التصويت مثل ما حدث عام 2014 في تونس فصل أو بند في البرلمان التونسي. هذا الدستور ستقوم بصياغته لجنة استشارية خاصة تجمع بين مختلف الخبراء والمختصين في المجال الدستوري القانوني الاقتصادي الاجتماعي والسياسي وغيرها. يبدو أن سعيد أراد الجمع بين مختلف القوى التي تمثل اليوم لديها ثقل ووزن اجتماعي لتكون ممثلة في هذه اللجنة الاستشارية التي ستسهر على صياغة الدستور التونسي. طبعا وثيقة أو النسخة الأولى أو النسخة الصفر كما يسمى من هذا الدستور ستعرض على المواطنين، سيقع طبعا تنزيلها إما على شبكات التواصل الاجتماعي أو طبعا على في المجلة أو الجريدة الرسمية التونسية حتى يتمكن المواطن من الاطلاع على هذا الدستور الجديد الجمهورية الثالثة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. إذن 25 يوليو أصبح تاريخا مؤكدا لإجراء هذا الاستفتاء العام، وفي الحقيقة هو السابقة اليوم دستورية يعيشها التونسيون بعد ثورة عام 2011. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من جانبها بدأت في نشاطها، تقول إنها تقوم حاليا بتحيين أعداد الناخبين، ما يناهز 7,155,000 تونسي سيتوجهون في 25 يوليو المقبل لصناديق الاقتراع في مختلف مراكز الاقتراع الموزعة على 24 محافظة تونسية للإدلاء بأصواتهم يعني على هذا طبعا الدستور. بالنسبة للطبقة السياسية طبعا عديد من الأحزاب ترفض إجراء هذا الاستفتاء، على رأسها حركة النهضة التي أصدرت بيانات متتالية في الحقيقة في الأيام القليلة الماضية تقول إنها وأنصارها لن تشارك في هذا الاستفتاء الذي تسميه وتصفه بالانقلاب على الدستور. لكن في المقابل طبعا الرئيس قيس سعيد يقول إن هذا الدستور هو موجه للتونسيين وليس موجه لا لأنظمة سياسية ولا لأحزاب سياسية لم تقدم الإضافة خلال العشرية الأخيرة في تونس، وخاصة يعني هو يقصد حركة النهضة وعدد من حلفائها السياسيين. نعم.